نراقب هالمدة هذا ما يشتغل هذا الجبل عنا، نعاني من أزمة مي كثيرة، إن كان بالقلي وإن كان بالسعر. كنا نجيب تقريبا الصهريج ب 5000 ومرات ل 6000 يوصل. الحمد لله بعد ما اشتغل جب الضيعة صار لعنا للضيعة تقريبا ب 2000 ليرة وأقل شوي. يعني المنطقة القريبة بجيب لي ب 1500، إذا كنا بعيد ب 2000 ليرة، والحمد لله يعني هلق الأمور تمام تمام. تعاني بلدة كفراويت من نقص شديد بالمياه منذ أكثر من 5 سنوات. يتم تأمين المياه من بلدة كفرنبل بالصهاريج حاليا. لا حد فيها؟ اي والله الله يعطيك العافيه، والله ضروري جدا.